طب جاهزين يا شباب؟ محمود قول القوي. يلا اتفضل يا شباب. نكمل عن اللي درسناه اللي خلصنا منه دي بس. اوكي، احنا بنكمل على اللي درسنا منه اللي خلصناه في المحاضرة اللي قبلها. الرقم 3 وصلنا اللي هو non rhythmic sense stimuli، يعني بالعربي ترجمتها المنبهات الحسية غير الإيقاعية. هي عبارة عن روابط عشوائية أو زي الباترن، ممكن من الطبيعة، مأخوذة من الطبيعة، نقدر نحصيها بس ما نقدر نتنبأ فيها، يعني صعب تتنبأ في الباترن أو الباترن هذا. طبعا هذه تحسسك، أو الإحساس اللي تاخذه منه الإحساس، إحساس خاص أو شيء جديد تشوفه ممتع أو محفز أو منشط. هو يعطيك شوية من الإلهاء بس، لكن إلهاء مرحب به. جذور الباترن نفسه من الطبيعة، من أنماط زي مثلا حركة بؤرة العيون لاسترخاء، استرخاء العيون، معدل نبضات القلب وغيره. كيف working with this pattern، اللي هو يعطيك شوية، يعني يعطيك يجدد من قدرة الأفراد على المهام المركزة أو من التعب الذهني أو شيء زي كذي. طبعا مأخوذ من اللي هو أصوات العصافير، حركة أوراق الشجر اللي على الأرض، كله مأخوذ من الطبيعة، يعني الباترن هذا. طبعا وش علاقته؟ في إلى علاقة مع الفيجوال كونكشن وذ ناتشرال اللي أخذناه الأسبوع اللي راح. الفرق بينهم اثنين هم ان هذا ما تقدر تتنبأه، يعني اشياء غير، يعني اللي هو الباترن ما تتنبأ الباترن نفسه، عكس اللي هو الناتشرال او الفيجوال كونكشن. وهذه لها علاقة بعد بهذه الاربعة، لهم علاقة مباشرة مع نفس الباترن هذا. هاي محمد. بالنسبة إلى الاعتبارات التصميمية في إنشاء المحفزات، في البداية المحفزات لو التجارب الحسية الغير إيقاعية تحصل كل 20 دقيقة تقريبا لمدة 20 ثانية. بالنسبة للمنبهات البصرية المفروض تزيد على مسافة 20 قدم. روح اللي بعده محمود. يذكر هنا أن العديد من المحفزات الطبيعية الموسمية تكون محفزات طبيعية تكون موسمية، ففي استراتيجية فعالة على مدار العام مثل تدخلات متعددة تخف المواسم لو في الصيف أو الشتاء أو الخريف أو الربيع، تساعد على ضمان إمكانية حدوث التجارب الحسية الغير إيقاعية في أي وقت من السنة. نشوف أقرب مثال لها مثل اللي هو بيت فرانك لويد رايت اللي هو فولينج هاوس. اللي بعده محمود. في بعض الحالات يكون التدخل مشابه للتدخل اللي هو بي 1 وبي 2، البي 1 اللي هو المرئي والبي 2 الغير مرئي مع الطبيعة. والمهم هنا يكون الجودة سريعة الزوال وعشوائية التدخل. من المرجح أن يتطلب تدخل هنا اللي يعزز المحاكاة بدل المحاكاة الطبيعية. المحفزات الطبيعية تعاون مبكر مع المهندس الميكانيكي أو الفريق المرافق للعمل. اللي بعده. يذكر هنا أن المحفزات الغير إيقاعية يمكن أن تتشابك في الاستراتيجية مع أي خطة للمناظر الطبيعية أو البستنة. ذكر هنا على مثال يكون اختيار أنواع النباتات
على النوافذ الموجودة في الصناديق، منها الحفاظ على منحل اللي هو نحل العسل أو محمية الفراشات. اللي بعده يذكر هنا أن البشر يشوفوا الحركة، يروا في أن مدار الرؤية حقهم في الحركة المحيطية أسرع بكثير من الحركة الأمامية، لأن الدماغ يعالج الحركات الكائنات الحية في مختلف الأماكن عن أماكن الأشياء الميكانيكية. مثل أرجع لهذه، يثني ينظر إلى الحركة الطبيعية عموما على أنها إيجابية أو حركة ميكانيكية على أنها محايدة وحتى سلبية. ومثل ذلك أنه أن الدماغ يتجاهل الدقات المتكررة في الساعات مع مرور الوقت، أو تفقد رائحة دائمة للعطور، بينما الدماغ ينتبه إلى الحركة العشوائية للفراشات. اللي بعده من الأمثلة على الموضوع اللي نتكلم عنه اللي هو مجتمع دوكسايد جرين في جزيرة فانكوفر وفيكتوريا في بريطانيا وفي كندا، يقول أنه مثال رائع على المنبهات الغير الإيقاعية. اللي بعده من المنبهات الغير إيقاعية في نوعين، في نوع أنواع تحدث بشكل طبيعي مثل حركة السحب، نسمات الهواء أو النباتات، أو هدير الماء، أو حركة الفراشات والحشرات، زقزقة العصافير. وفي مقلد أو مبني مثل القماش أو المواد الشبكية أو انعكاسات الماء على السطح أو الظلال أو الضوء الخافت أو أصوات الطبيعة أو الزيوت النباتية المنبعثة الميكانيكية. بس وعندنا النقطة الرابعة اللي هي قبل ما تقولوا النقطة الرابعة، يعني في ايه مثال كده يا محمد اشتغلنا عليه في السنة الماضية في الأربن، وقلنا لكم ممكن انكم تدخلوه في شغلكم، بينطوي تحت هذا المبدأ non-rhythmic stimuli. الشارع دكتور، تصميم الشارع، ايه بقى بالظبط؟ ايه تصميم ايه بالظبط؟ تصميم الشارع، احنا ذكرنا ان في تصميم انه يكون في منبهات، يعني انه ما يكون استمرار الشارع بشكل مثلا مستقيم، يكون بشكل متعرج عشان يعطي بداية ونهاية للناس، بحيث ما يكون طويل فالناس يا شيخ. يا ده ليه تشتغل علاقة بطول. باللي أنت قلته دلوقتي؟ ده ليه علاقة باللي أنت قلته دلوقتي؟ المجموعة كلها أنا يا شباب تجاوب المجموعة ذكرت كلها. هذا دكتور فوق. أنا يا دكتور شفت أمثلة اللي هو واجهات فساد، كيف اللي هو تعامل مع نفس الفساد هذا بنفس الباترن، بس هذا اللي نعم، شفته يعني شفت ازاي بقى؟ تصميم ازاي يتعامل مع الفساد ازاي يا محمود؟ الفساد. أنا شفت فيه اللي هو مثال حطيته فوق أنا يعني بص، اول سؤال او اول حاجة على اليمين فوق، لا ارجع للسكرين مثال اللي هذا فاتت، ممكن ارجع للسكرين اللي اوكي فاتت كده. لا قبل، لا اطلع قدام، انت بترجع لورا، اطلع قدام كده، اطلع قدام كده، تو سكرينز اروح وين دقيقة تو امشي سلايدز، انت رجعت ورا خالص يعني، اي هو هو فاطلع الصورة لقدام، هذه موجودة دي. اطلع لقدام كمان، اطلع ده في الأول ده خالص. لا هات هات السلايد الأخير ولا الأخير. تمام، دقيقة بس. كمان كمان اطلع قدام كمان، كمان كمان انت بتجيب السلايدز كلها ما عدا اللي احنا عايزينها لا والله هذول يا موجودين يا محمود. دكتور، يمكن ما حطينا الصورة اللي تبغاها انت، بس هذول موجودين يعني. انا كانت اللي هو ابغى اوصل لك لا، لهم في واحدة اللي هو آخر واحد، آخر سلايدز اتكلم عليه زميلك. دقيقة بس. هذه أيوة دوت، دي سلايد أشوف أو لا، ليه اللي دقيقة فات دقيقة بس. أشوف أول واحد، أول نقطة اللي أنت قلتها، وجود فابريك أو سكرين ماتيريال ذات موف وذ لايت أور بريز،
ده قلنا ايه ده، لو فاكرين لما احنا انتوا رحتوا، فاكرين لما قلنا ممكن نستخدم الاعلام او ممكن نستخدم الشيدنج ديفايسز اللي هي من القماش اللي هي بتتحرك وممكن تديك صوت وممكن تديك حركة فدي بتنطلق يعني ناحية الجزء دوت. يعني في ناس كانوا من زمايلكم بيعملوا إن في إضاءة هتتم بالليل بتتحرك بطريقة معينة، فده برضو بيبقى من ناحية تحت النقطة اللي أنتوا بتتكلموا فيها دي. ما اتكلمناش على إن الشارع بدل ما يبقى طويل ويلف ويبقى كيرف يعني. فالمفروض احنا نربط الكلام اللي بنقوله مع تطبيقات عملناها او سهل نعملها او حاجة بننفذها او اتقالت لنا. لما احنا اتكلمنا برضو في الاربن السنة اللي فاتت وقلنا عشان يبقى السنس اوف بليس ان في الموفمنت وفي السميل، فاكرين لما اتكلمنا في الريسبونسيف انفايرمنت، فاكرين المحاضرات بتاعت الاربن ايشوز اربن ديزاين، ايوه، لما اتكلمنا ان ممكن يبقى فيه تاتش احساس بالملمس في المكان، وانك بتروح لو مبنى معروف من الحجر او معمول من الجرانيت او ممكن انك تحب انك تروح تلمسه، او لو السبيس نفسه معمول وفي نوع من الزهور معينة او نوع من المحلات اللي هي بتطلق روائح معينة زي المخابز مثلا أو المطاعم، أو ده برضو بيكاد بيأثر. فريشنس. فاكرين الكلام ده يا أحمد عبد العال؟ ايه فاكرين يا دكتور، اتوقع كان فريشنس هو. فالكلام ده المفروض ينعكس على لما قلنا لكم اعملوا ووتر إليمنت في الأرض بحيث إنها تعمل ريفليكشن وحركة المية نفسها تدي برضو نوع من الريتشنس في المكان. فكل ده احنا اتكلمنا فيه في المفروض كنا نشير اليه يعني في الشغل بتاعنا كده يا محمد. صحيح. ماشي ماشي يا شباب، الباقي كملوا بقى، انتوا عندكم الثيرمال اير فلو فاريبل فكملوا فيها بقى، شوفوا لنا هتقولوا لنا فيها ايه، ويا ريت زي ما قلت لكم تعملوا اسقاط على الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو ماشي في نفس السياق. يعني كويس انكم تجيبوا مشاريع مشابهة، مشاريع تم تنفيذ الحاجات دي فيها وتعملوا اسقاط عليها بحيث ان احنا نحس ان الموضوع متكامل، لان ما نحسش احنا بنتكلم كده ايه نظريا بدون اي نوع من التطبيق يعني. ماشي يا شباب، اوكي. ماشي يلا جو اهيد. يلا ثيرمال اير فلو اللي هي تدفق الهواء والتقلب في الحرارة. مين اللي معايا بيتكلم؟ عبد الهادي. عبد الهادي. وهي تغير في درجات الحرارة والرطوبة في الجو والتدفق في الجسم نفسه، وتكون في التغير في البيئة الطبيعية اللي بعدها. وهي تقلبات ذا اكسبلورن، تقلبات في تدفق الهواء experience الخبرة ذا يا عبد الهادي اكسبيرينس التجربة. راحت. وهي تدفق جيد، تشعر بالانتعاش والنشاط والحيوية والراحة. وهذه الروت اللي هي التباين في درجة الحرارة تنعكس على راحة العمال والرفاهية، فتعكسها على الإنتاج، على إنتاج الفرد. وهذه تعتبر تبع علم الوظائف والإدراك اللي بعده. وهذه بشكل عام يعني يتكلم عن إن اللي صاير التركيز يكون على مكان واحد في تحقيق مستهدفات درجة الحرارة والرطوبة، يكون يستهدف مثلا فراغ واحد أو مساحة واحدة ويترك باقي المبنى. اللي بعدها وهنا يقول إن تظهر الأبحاث
ان في مستويات في التباين الحسي البيئي بما في ذلك التباين في الضوء والصوت ودرجة الحرارة، وأن البيئة الخالية من التحفيز الحسي والتنوع يمكن أن تؤدي إلى الملل والسلبية في شعور الإنسان. هنا يذكر أن في دراسة إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة في جسم الإنسان وجاء له أي هواء يعني، فإنه بيحس بالراحة أكثر. إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة واجد أو منخفضة واجد، فأي تغير في المناخ نفسه بيشعر الإنسان بالراحة فيه. اللي بعده، وهذه في دراسة أن الظروف في الفصول الدراسية في المدارس يمكن أن تؤدي إلى أداء أفضل للطلاب من ناحية التهوية وسرعة الهواء في الفصل وتجديده. اللي بعده، وهذا يقول إن الهدف من التغير الحراري هو توفير بيئة تسمح للمستخدم بتجربة العناصر الحسية، وإنه يوصل للراحة الحرارية، أفضل راحة حرارية للإنسان. بس اللي بعده، أنت فواز. هنا في أمثلة راح توضح اللي كان يشرحه عبد الهادي. فكمبدأ توجيهي عام، لازم يكون التجارب الغير حسية الغير إيقاعية تكون كل بعد 20 دقيقة تقريبا لمدة 20 ثانية، والمنبهات البصرية من مسافة تزيد عن 20 قدم. النقطة الثانية، في العديد من المحفزات في الطبيعة موسمية، فهي استراتيجية فعالة على مدار العام، مثل التدخلات المتعددة في المواسم، فهذه تساعد على التجارب الحسية الغير إيقاعية، ويمكن أن تصير في أي وقت من السنة. وفي نقطة ثانية اللي هي تدخل بعض التدخلات تعزز المحاكاة وليس بشكل طبيعي، من المحتمل أنها تتطلب المنبهات الطبيعية، مثل التعاون أنه يكون من المهندس أو الميكانيكي أو فريق العمل بشكل كامل. ويمكن أن تتشابك الاستراتيجيات المحفزات الغير إيقاعية مع ما يقرب منها، أي أن الخطط المناظر الطبيعية مثلا البستن على سبيل المثال، فممكن تساعد على المحفزات أن تكون مثلا غير إيقاعية وتخدمها بشكل أفضل. فالبشر يشوفون في المنظور المحيطي أسرع من بكثير من الأمام مباشرة، لأنه يعالج الدماغ أيضا حركة الكائنات الحية في مكان مختلف عن مكان الأشياء الميكانيكية الثانية. فهذه الدراسة كانت في عام 2003 هي، بحيث أن تكون الحركة الطبيعية بشكل عام، ونتيجة لذلك فإن تكرار الحركة الإيقاعية مثلا للبندول ما راح تجذب الانتباه قد ما يجذب حركة الفراشة بشكل عام للمحيط. بتعيد يا فواز، بتعيد الكلام اللي زمانك قالوه كده يا فواز. إيه ممكن محمد ذكرها. طيب، هي كانت موجودة في السلايدات في نفس اللي كنا نقراه، ممكن في بعض الأشياء كانت مي موجودة في نفس السلايد اللي كان هو يقوله. كان يهمنا نشوف أمثلة مثلا وإزاي طبقوا الحاجات ديت، أو الاستراتيجيات لتنفيذ الباترن ده ازاي. فين دكتور؟ والله هذا اللي موجود في السلايدات اللي ما هو يا ابني انت برضه المفروض تسعى انك توضح البرزنتيشن بتاعك، وانا قلت انه هاتوا امثله مشابهه، هاتوا امثله طبقت فيها هذه الباترن، مش كده؟ اي نعم دكتور. طيب، لكن هذه السلايدات اللي كانت موجوده في الشريحه اللي بعدها. نفس اللي قاله محمد في المثال هذا اللي كان موجود في دوكسايد جرين في كندا، وهو أغلب المشروع كان يعرض المنبهات الغير إيقاعية. طيب،
فكان يستعين مثلا بمياه الأمطار اللي كانت تجي من الجبال ومثلا الحشائش وأصوات العصافير وطنين مثلا الحشرات، فكان يستخدمها أو كان يهتم فيها أكثر شيء في المشروع. وعندنا في الأشياء اللي تحدث بشكل طبيعي مثلا الاكتساب مثلا درجات الحرارة والشادو اند شيد والاتجاه اتوقع المبنى نفسه، والنباتات مثلا استعانة بالنباتات الموسمية. وفي السيموليتد الاستراتيجيات اللي تسليم الأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، وفي برضو الأنظمة الزجاج والنوافذ وتشغيل النافذة وعبر التهوية وغيرها. فهذا اللي موجود. طيب يا شباب، طيب جزاكم الله خير. محمد أحمد الكوي ومحمد أبو عبيد وعبد الهادي فواز. المجموعة اللي بعديها شباب، مجموعة 4، مجموعة 4 مين يا شباب؟ اي دكتور احنا جاهزين. يلا مشعل، يلا تفضل يا مشعل. في حد طلع؟ عمر اظن هو اللي طلع عشان الموعد بتاعه، ولا في حد غيره؟ عمر بيقول لو في حد داخل بحسابين يا شباب يطلع من واحد منهم. طيب اثنين بس يا شباب، المجموعة بتاعتكم اثنين بس؟ لا لا لا، هذا بس الشابتر اللي عندنا مقسمين. الشابتر الثاني الباتر الاول. طيب الباتر الاول يتكلم عن وجود الماء في المواقع. طيب اول شيء في قاعده عامه يعني حق التجارب الموقع او الاحساس في التجربه، هو انك تحرك حواسك مع الاشياء الموجوده. فوجود الماء من افضل الاشياء اللي تحرك او تساعدك في تحقيق تجربتك بشكل كويس، يعني اللي هي انك تسمع او تشوف او تلمس. هذه اللي بتحسسك بالتجربه، ممكن تخليك انك ما تنساها او تتذكرها كويس. فالماء واحد من الخصائص اللي كانت في الموقع، بتحرك حواسك وتحس بالتجربه بشكل افضل يعني. ايش بيساعدني هذا او بيعكسني بشكل صحيا يعني؟ بيخفض لي من الضغط، بيرفع لي من التركيز، بيخفض لي عدد نواه القلب، بيحسسني او بيسترجع ذكرياتي. فبيحرك الدماغ بشكل كثير، وبيعكس الموضوع صحيا بشكل اكبر. اللي بعده بس واحدة من الشروط أن تكون يكون رجعتها أن يكون الماء غير ملوث، أنك لما تشوف الماء تشوف الماء بحالة جيدة. لبعد بحالة جيدة، فهذا بيعكس لك بشكل صحي أفضل من يكون الماء ملوث. معي؟ إيه تمام. ارجع السلايدات. ورا. طيب وجود الماء مع الخضار، اكتشف انه يكون بيعكس بشكل افضل وثلو في سكان في منطقة معينة. عن وجود الماء مع الخضار، وجود الخضار فقط، طبعا وجود الماء مع الخضار بيعكس
على مزاجهم ونفسيتهم بشكل أفضل. فاللاندسكيب مع الموية هو أفضل، لأن أفضل ترابط بينهم، هو اللي بيعزز من تجربتك في وجود الماء، وبيعكس لك بيعكس ال health issues يعني عليك بشكل كويس. بعده بكمل عبد الرحمن. تمام. طبعا أنا راح أتكلم عن بكمل جزئية أحمد عن المياه، وهنا بتكلم عن الهدف من وجود عنصر المياه. أولا أول نقطة ذكرها لي هنا إنه يحث على التأمل ويساعد على تعديل المزاج ويساعد على التعافي من التعب، وإن قدرتنا على المياه ما تقتصر على رؤيتها بس أو إنك تمر من جنبها بس، برضو لما تشم لما أو لما تلمس الموية تقدر تلمسها، لما تسمع صوتها لم وتنظر إليها راح يساعد برضو على استفادة من المياه بشكل أكبر. هنا جايب لي مثال على ساحة روبرت في واشنطن، وكيف إنه يقدر يلمس موية ويقدر يسمعها وبرضو يقدر يمر عليها وينظر إليها. هنا اعتبارات التصميم لتحسين تأثيرات وجود الماء. أولاً الأولوية لتجربة المياه متعددة الحواس، مثل اللي قلت قبل شوي إن تقدر تسمعها، تنظر لها، تلمسها، مو بس تنظر لها من بعيد أو تمر عليها. ثانياً الأولوية للمياه المتحركة أو المتذبذبة، مثل النوافير، مثل مو بس لما تكون بركة أو بحيرة، المياه اللي تطلع أصوات أو إنها تتحرك بيكون الاستفادة منها بشكل أكبر. ويجب الملائمة باختيار المياه رقم ثلاثة، يعني ما تكون محسوبة، مو ما تكون عميقة أو إنها تكون كبيرة بشكل مبالغ فيه، فلازم على حسب المساحة اللي عندك تحسبها وإنها ما تكون تكون محسوبة. ثالثا يجب أن تكون خصائص المياه كثيفة الاستخدام للمياه والطاقة. هنا أمثلة على المياه الموجودة بطبيعتنا بدون مساعدة من الإنسان، مثل الأنهار، مثل التيارات، مثل المحيط والبحيرة. وهنا الأمثلة الثاني جايب لي العناصر اللي تدخل فيها الإنسان، هنا عندي صور لها، مثل الووتر وول، ومثل كونستركت الووتر وول، الأكواريوم هنا مثال في دبي، فاونتيشن مثل نافورة دبي، والكونستركتد ستيم، التيار هنا كيف يجيب لنا كيف ان تدخل صنع الانسان او العماره وحافظ على التيار برضو بنفس الوقت. وهنا الريفلكشن اوف ووتر، الانعكاسات الحقيقيه على المويه، او مثل هنا جايب لي مثال على انعكاسات مباني من خلال عنصر المياه. وهنا الانعكاسات غير الحقيقيه مثل السراب. وهنا جايب لي الأخيرة عندي انعكاسات أو تكوين خلال عنصر الماء، هنا مثال على متحف اللوفر في أبو ظبي. هنا الجزئية الثانية عند مشان. طيب استكمالا لشرح الشباب، احنا هنا راح ندخل في موضوع الإضاءة اللايتنج الديناميك والديفيوز لايتنج. اللي بعده اللي بعده ثواني بس معلم. طيب عندنا التجربة هنا، هي عبارة عن مساحة لها حالة إضائية ديناميكية ومنتشرة بحالة جيدة، وتعطي تعبيرات وانطباعات ثلاث أشياء عندنا. عندنا الزمن، وهو الإضاءة نفسها كيف هي تأثر على الشخص من خلال أما تكون إضاءة طبيعية زي وقت النهار أو إضاءة الارتفيشيال. وعندي رقم اثنين الحركة، كيف الشخص وهو في هذا المكان من خلال الإضاءة، هل هو بيتحرك وهو مرتاح أو أنه يحس بإزعاج من الإضاءة أو يحس أن الإضاءة خافته. رقم ثلاث الشعور بالهدوء، لو أنت جالس في هذا المكان هل الإضاءة كافية أنك تشعر بالهدوء أو أنه مزعجة. اللي بعده، طيب
طب عندنا اللي هو roots of the pattern اللي هي جذور النمط. طبعا أجريت دراسات ومن ضمنها تمت دراسة تأثير ضوء النهار الطبيعي على أداء المساحات والفراغات، كيف أنها أثرت على المزاج والرفاهية في العديد من الأماكن والبيئات. من خلال واحدة من هذه النقاط هي استخدام الإضاءة، أنه كيف يضبط الحالة المزاجية للشخص الموجود في هذا المكان. اللي بعده، طبعا ايضا تؤثر الاضاءه الطبيعيه اللي هي ضوء النهار اشعه الشمس بشكل كبير على الانتاجيه في العمل. ومن خلال الابحاث ايضا كان اداء الاطفال في الفصول الدراسيه افضل في وقت النهار بسبب الاشعه الكافيه في وقت النهار من الاضاءه الطبيعيه. المعلومات هذه كانت حسب الابحاث من الباحثين اللي هو نيكولاس وبايلي عام 96. اللي بعده، بالإضافة إلى أنه ركز الباحثين على عدة نقاط وأشياء معينة من ضمنها اللي هو تذبذب الصوت والراحة البصرية، كيف أنه ممكن الإضاءة تكون مريحة للبصر لا هي قوية ولا هي ضعيفة، خصوصا مثلا في وقت القراءة. برضو إدراك الضوء وبعض العوامل البشرية وتأثيرات الإضاءة على وظيفة الساعة البيولوجية بالنسبة للإنسان. هذه كانت من أحد أبحاث كاندر في عام 2013. طبعا هنا انا انتهى جزئيه اللي انا ماسكها. الجزئيه القادمه جزئيه محمد الخلوفي، لكن الخلوفي ما ادري الى الان مو موجود، فانا راح اكمل عنه. برضو راح نكمل على نفس موضوع الاضاءه، العمل مع نمط الاضاءه. في البدايه وش الهدف من نمط الضوء الديناميكي والمنتشر؟ انه هو راح يزود المستخدمين بخيارات اضاءه ممكن تحفز للعين وتجذب الانتباه بطريقة تولد استجابة نفسية وفيسيولوجية إيجابية بالنسبة لهذا الشخص، وتساعد على الحفاظ على عمل النظام اليومي بالنسبة لهذا الشخص. اللي بعده، طيب التوهج أو الجلو أوكور، متى يحدث هذا الشيء؟ إذا اختلفت الإضاءة من المصادر أو الأسطح المجاورة بحيث تكون نسبة سطوع الإضاءة أكبر من 40، نسبة 40 إلى 1، يحدث هذا التوهج، والنسبة هذه راح تكون تقلل من الراحة البصرية بحسب الباحث كلانتون في عام 2014. بالنسبة لمناطق العمل يجب أن لا تتجاوز نسبة الإضاءة نسبة 1 إلى 10، ما تتجاوز هذه النسبة في أماكن العمل. عندنا هنا طبعا راح تختلف الإضاءة أماكنها بالفنكشن اللي موجود في هذا المكان، راح تختلف فيه الإضاءة. مثلا إذا كان عندي مكان ديني أو متحف أو مكان أماكن اجتماعية أو حتى أماكن السيركوليشن راح تختلف فيها الإضاءة. عندنا هنا ثلاث نقاط، الديفيوز لايتنج تكون على الأسطح الرئيسية والأسقف وتوفر خلفية هادئة للمشهد البصري. عندنا زي ما اللي يستخدمونها في المتاحف عند اللوح الجدارية المعلقة تكون في فوقها إضاءة خافتة. الإضاءة الحادة والطبقات واللايرز اللي ممكن تعطينا مصادر للضوء وتخلق الانترستينج والدبث. وعندنا آخر شيء اللي هي الإضاءة اللي توفر المرونة في الكثافة والاتجاه. اللي بعده، طيب عندنا بعض الاعتبارات عشان تحقق التوازن بين ظروف الإضاءة الديفيوز والديناميك. طيب من ضمنها أنه كيف ممكن تساعد ظروف الإضاءة الديناميكية في الانتقال بين المساحات الداخلية والخارجية. هذه برضو تعتمد على الإضاءة نفسها اللي داخل، هل هي إضاءة من أشعة الشمس أو إضاءة artificial من اللمبات. النقطة الثانية هي ممكن تكون ظروف الإضاءة الديناميكية شديدة وممكن تغير الألوان وهو تخترق أشعة الشمس المباشرة وتكون فيها تباينات عالية واختلاف بين الأشعة من مصدر الشمس والارتفيشيال. اللي بعده، طبعا عندنا هنا في احد الامثله للديناميك والديفيوز لايت هو متحفي لبريتش ارت واللي صممه لويس خان.
طبعا تتنوع فيه الإضاءة اللي فيه من خلال عندي الاتريوم والإضاءة زي ما موضع عندنا في الصورة من سكايلايت جاي من الأعلى، بالإضافة إلى النوافذ الشبابيك اللي بعده. طيب عندنا هنا في بعض الاكزامبلز، ارجع واحدة عبد الرحمن. ايوه هنا عندنا بعض الاكزامبل الناتورالي اوكيورينج، عندنا هو ضوء النهار من عدة زوايا اللي جايني في النهار، عندي برضو ضوء الشمس اللي جاي بشكل مباشر، عندي ضوء النهار والضوء اللي جاي السيزنال بشكل فصلي والفاير لايت، عندي ضوء القمر والنجوم، عندي البايو اليومينيزم اللي بعده. طيب عندنا هنا النوع الآخر من الإضاءة اللي هو simulated or constructed، اللي هي المصادر إضاءة كهربائية متعددة يكون نسبة التوخج فيها منخفض، وعندي برضو الإضاءة بشكل عام، وعندي توزيع اللي هو light distribution توزيع الإضاءة، بالإضافة إلى الإضاءة المنتشرة على الجدران والأسقف، وضوء النهار اللي ممكن يحافظ على ضوء النهار للحفاظ على علاجات النوافذ، والإضاءة الشخصية اللي بعده. عندنا هنا الأكسنت لايتينج اللي هي نفس الإضاءات الصغيرة كالشباك اللي تنحط على اللوح اللي في المتاحف، وعندي برضو الكالر تانج لايتينج، عندي السيركيدنت كالر ريفيوز، هذه لها ميزة أنه في الصباح وقت النهار تحديدا تعطيني إضاءة اللون الإضاءة بشكل أبيض، وقت الليل تعطيني لونها أزرق، وفي النهاية ضبط لون الإضاءة اللي ينتج لون الأبيض في النهار يقلل لي من اللون الأزرق في الليل. بس طيب يا باشا جزاك الله خير على البرزنتيشن. ومحمد الخلوفي ما مش حاضر معاكم من اول اليوم؟ والله ما ادري، احنا نكلمه ونتصل عليه ما دكتور ما موجود حتى الاختبار. نعم حتى ما حل الكوز، يعني ما كان موجود وقت الكوز. طيب خير ان شاء الله. طيب كنا نتمنى برضو تجيبوا أمثلة للديزاين استراتيجي بتاعتكم أكتر يا مشعل، بحيث الأمور تبقى واضحة، والألوان الإضاءة المختلفة، ما أعرفش الإضاءة الطبيعية والإضاءة الصناعية والحاجات دي تبقى كويسة في العمل بتاعكم يعني. طيب نشكركم يا شباب ونشوف المجموعة رقم 5. دكتور بس في طلاب على الانتظار، بس لو تقبلهم أن يقول طلعهم برنامج بنفسه. طيب ان شاء الله يلا مجموعة 5 يبدأها يا شباب. موجودين دكتور. راح نبدأ في الباترن اوف الباترن رقم 7 اللي هو الكونكشن وذ ناتشرال سيستم. تعرف الكونكشن وذ ناتشرال سيستم هو الارتباط مع نظام الطبيعة، ويعطي وعي بالعمليات اللي تصير حول الشخص من تغيرات زمنية تكون ملحوظة بالعادة. التجربة في هذا الباتر انه يكون له يحيط يكون له وعي وادراك بجميع ما يحيط الشخص، مثل وتكون موسميه بالعاده، مثل سقوط الاشجار، سقوط في الخريف اللي هو ورق الاشجار، فهذا تكون حسيه وتكون مدركه، يعني يدركها الشخص. طيب الجذور حقت
كونكشن اللي هي الارتباط بالنظام الطبيعي، ويشبه إلى حد كبير اللي هو نفس باترن رقم 5 اللي هو تكون أشياء زي الموية تكون محسوسة. وهذا النظام يستجيب إلى الاستجابات الصحية الإيجابية، وهو فهم عمليات الطبيعة ويمكن أن يخلق تحولاً في إدراك الشخص ورؤيته وتجربته للشيء اللي جالس يعيشه. مثال على ذلك اللي هو الزهور اليابانية، الزهور الكرز اليابانية اللي تتساقط وقت الخريف. طيب الworking with pattern هو الاتصال بالأنظمة الطبيعية وزيادة الوعي بالخصائص الطبيعية، ويكون الإشراف البيئي على النظام البيئي التي تسود فيها تلك الخصائص، وتكون تكاملاً وأكثر تعقيداً للأنظمة، منها اللي هو توضيح العلاقات بين السلوك شاغلين مبنى وقدرته للبنية التحتية لمياه الأمطار. طيب سعد، صوتك ضعيف يا سعد. هيك اوضح دكتور؟ لا الصوت ضعيف. سامعينه كويس يا شباب؟ ما بعرف يمكن في مشكله في المايك. الصوت ضعيف جدا يا سعد. ما نسمع. طب يا شباب لو في حد من المجموعة يكمل، لأن سعد واضح إن صوته مش مسموع. مين تاني في مجموعة سعد؟ شباب موجودين دكتور. طب في حد تاني كامل لأن الصوت مش واضح بتاع سعد؟ ايه كلمني الحين يقول بجاس ضبطة، فإذا ممكن انتظر دقيقة ولا ايوه سعد عرفت تصلح الامور ولا دكتور شبكت من الجوال؟ طيب يلا كمل يا سعد. عندنا ال design considerations انه نكون اتصالات عالية في الجودة مع الأنظمة الطبيعية، مثل ندمج المعالجات تاعت مياه الأمطار، انه نكون رين جاردن او بايويل اللي هو بيعيد استخدام مياه الامطار لما بتنزل على المبنى. ممكن انه نحفر من 4 الى 8 انشز في التربة حتى نزرع نباتات فيها. حل بقى ثاني، عندنا من الامثله للكونكشن وذ نيتشر سيستم البينت هاوس اوفيس of Cock Fox Architect اللي هو صنع الجرين روف على المبنى، وخلى انتجريشن بين الأشخاص اللي شغالة في المبنى نفسها مع الجاردنز، انه حتى يصير انتجريشن بينهم. العوامل الطبيعية للconnection with nature عنا ممكن تكون الclimate والgeological والanimal behavior والnutritional growth
واخر شيء او ممكن تكون الاحداث مصطنعه مثل ال simulation daylighting system وال expose of water infrastructure والstep walls والnature patina. السلام عليكم. بتكلم الان عن اللي هو الباترن الثاني اللي هو البايمورفيك فورم عند باترن اللي هو يعبر عن اللي هو الاشكال والنقوش على المباني. طبعا تم التعبير عنها في الديفينشن ان هي اشارات رمزيه او نقوش او شيء كلها تعبير يكون قائم في الطبيعه. طبعا بتكلم عن اللي هو الاكسبيرينس يقول ان السبيس اللي يكون فيه اشكال وانماط. بيتكلم اسمك ايه؟ فيصل تيبي. فيصل ماشي. فيصل كمل. يفضل ان السبيس اللي يكون فيه الاشكال او انماط او باترن تكون تجذب اللي هو التامل او ان دائما تكون ملفتة للنظر. اللي بعده طبعا هنا يتكلم عن اللي هو الجذور النمط نفسها. يتكلم عن اللي هو متى في نظريه جوي 2007 قال انهم بدوا يطورون الشيء هذا في سنه 2007 بسبب انخفاضهم وزياده التركيز. في نظريه فيزل 2012 قال ان دائما الناس يكون لها تفضيل يفضلون الاشكال العضويه في رايه. يقول الناس يفضلوا الاشكال العضويه. طبعا قال ان لم يتم يعني لسه ما عرفوا سبب توجه الناس للأشياء هذا لأنه في رأيي أنه تمثل أشياء أو أشكال حية أو لها تعبير عن تمثيل رمزيات للحياة أفضل من الخطوط المستقيمة. اللي بعده طبعا بتكلم الآن عن التعبير النمطي في الأشكال والنمط. طبعا هذه كانت منذ آلاف السنين مثل اللي هو فندق تسل. هذه أمثلة بروكس في لشبونة. طبعا من الاشياء الاكثر اهتمام انهم التعبير اللي هو بالنسبه للنسب الرياضيه كيف ان حتى الرياضيات كان لها تاثير مثل الاهرامات المصريه والبرانيثيوم. اللي بعده السلام عليكم. بالنسبه للوركينج وذ ذا باترن اللي هو الهدف الرئيسي من البيومورفيك اللي هو ان نصمم عناصر تمثيليه بحيث ان نخلق بيئه مفضله للمستخدمين بصريا وفي نفس الوقت نقلل من التوتر لديهم. مين اللي بيتكلم؟ نواف الفايفي. ماشي نواف. طبعا الشيء ذا مو بشيء جديد كان يستخدمونه من اول بس ان كانت الاشكال اللي كانوا يستخدمونها كانت غالبا عبارة عن النباتات والأصداف ولكن الآن تعدت الأشكال وكثرت المنحنيات في استخدامها. اللي بعده طبعا في أكثر من تطبيق للبايومورفيك أما يكون تجميلي في الديكورات والأشياء والشغلات هذه أو يكون من نفس الجزء من التصميم نفسه أو الاستركشر وممكن أنه يدخلون مع بعض. بالنسبة للاعتبارات اللي التصميمية في البيومورفيك اللي هو إن نقدر نطبقها على أكثر من مستوى مثلاً عندنا الأرضيات والجدران أو النوافذ زي المثال اللي عرضه قبل شوي فيصل وإن نتجنب الاستخدام المفرط بحيث إن ما يكون المنظر قبيح للأشكال هذه وفي نفس الوقت إنه يكون العمل عليها في وقت مبكر من عمليات تصميم لعدم زيادة التكلفة بعدين. هل بعده من الأمثلة اللي عندنا اللي هو نيوفوي هوتيل لاحظ اللي هو الأشكال المستخدمة في الدرابزين والأعمدة وايضا الاشكال اللي استخدمها في الارضيات والجدران بحيث انه يعبر عن مثلا الخطوط الجذوع او الخطوط اللي موجوده في الاصداف. اللي بعده عندنا بعض الامثله اللي هنا لاستخداماتها. عندنا اللي هو في الجدران او نفس الاثاث
وعندنا اللي هو في البيلدينج نفسه اللي هو ممكن في الاستراكشر في الاعمده في الاسقف، وعندنا اللي هو في الكادوكريشن زي ما هو موجود انه مستخدم تقريبا اشكال الزهور، وعندنا اللي هو في الارضيات واماكن الطرق وبس. طيب انا وين الاكزامبلز دي انت جايبها ولا هي كانت موجوده في البرزنتيشن؟ لا انا جبتها. طيب الاخر واحد على الاربعه اليمين ده ينفع يطبق على البايومورفيك كوركس؟ قصدك حقه الطرق اللي هو على اليمين خالص؟ ايه هو في اكثر من استخدام شفتها بس يعني هو بيقول لك انه بيفضلوا استخدام الخطوط اللي هي الطبيعية بعيدة عن خطوط الستريت فورورد والحاجات دي مش كده؟ صح.